هنتكلم عن الفينير او الهول سمايل او سمت الممثلين زي ما احنا كلنا بنشوفهم. اي واحد فينا دايما بيحلم ان اسنانه تكون هي متلاصقه شكلها حلو لونها حلو، دايما بيدور ان اسنانه ما يكونش فيها عيوب وضحكته تكون حلوه، لان الضحكه هي اللي بتعبر عن جمال روحنا او عن روحنا كلها. الفينير، هو الفينير ده عباره عن احنا بنبرد 1 ملي من الاسنان. الفينير ده عباره عن احنا بنركب قشره فوق الاسنان، القشره دي بنرسم شكلها ونرسم شكل الاسنان ونختار اللون بتاعها، نختار طبعا لون يكون بيناسب شكل البشره بتاعتنا، بنختار الشكل بتاعنا. احنا ساعات بنختار في الفينير ان احنا نبرد 1 ملي علشان خاطر نجهز ليها مكان جوه الاسنان. 1 ملي ده بيكون في اول طبقه من طبقات الاسنان، احنا حتى ما بنتعداش لتاني طبقه الا في حالات طبعا البروز الشديد بتاعتنا، بس 1 ملي اللي احنا بنبرده من الاسنان بيكون في خلال اول طبقه، لان الفينير لازم يتلزق على اول طبقه صحيه بتاعتنا. متداول قوي ان الناس بتخاف تركب فينير عشان خاطر بتفتكر ان هو ممكن يعمل لها روايح وحشه او يخلي الشكل وحش. الخلاصه ان لو الفينيرات عملت صح، اتلزقت بطريقه صح، اتركبت كده صح من غير اي مشاكل، ممكن تدوم طول العمر طالما هو بيحافظ على نظافه الاسنان واهتمامه بيها. هنستخدم تكنولوجيا الكاتكام. تكنولوجيا الكاتكام ده عباره عن ديجيتال سيستم كامل. ديجيتال سيستم كامل من اول ان احنا بنعمل سكاننج للاسنان، بعدها بتبدا بنصنع الاسنان عن طريق ميلينج ماشين. قبلها ممكن نعمل خطوه ان احنا نصمم الديزاين ونعمل سمارت ديزايننج ليها بالكمبيوتر عن طريق سيستم سوفت وير مصمم لكده، ده هيعمل الابتسامه بتاعتنا. نفضل نحدد الاسنان في اي واحد فينا، لو عنده شكل محبب في دماغه او شايف شكل حد عاجبه في اسنانه ممكن يطبقه على نفسه عادي جدا. اولا الفينير ممكن تضم طول العمر. هننزل الفينير على سطح الاسنان، بنعمل معالجه سطح الفينير في نفس الوقت، بنعمل معالجه سطح الاسنان وبننزل كله مع بعض اسبوعين بار. بننزل بريزن سيمين، ده طبعا اقوى ماده لازم موجوده، صعب جدا ان الماده تفك ويحصل مشاكل في اللزق عامه الا لو كان في غلط في البروسيس بتاعت اللزق قبل كده. تنظيف الاسنان 3 مرات في اليوم بعد تركيب الفينير. لازم نهتم بزياره الدوريه للاسنان للعياده كل 3 شهور او كل 6 شهور حسب الطبيب.